أثبتت الدراسات العلمية إن الخرفوف بيعمل على صيانة الكبد كما يعمل على تنقية الدم بجانب دوره كمضر للبول وواقي من البولين ودور الدم الطرف وبعض الفيروسات الأمعاء، وبالرغم إنه طعمه بيكون قابض لأنه بيكون مهم جدا في الوقاية من أمراض زي الروماتيزم. كما بتعد سقان أوراق الخرفوف أفضل أجزاء الحصول على عصيره كما يعتبر منجم للحديد.